ثابكم الله. مستمعة لم تذكر اسمها تقول في رسالتها: أنا ذاكرتي ضعيفة جدا، وأحفظ من القرآن ما تيسر منه، وكلما حفظت جزءا وانتقلت إلى الآخر ضاع مني حفظ الأول، على أني ملازمة للمراجعة، فهل الأفضل أن أراجع الأجزاء التي حفظت وأحتفظ بها، أم أتلو القرآن يوميا للأجزاء المتبقية؟ وما نصيحتكم في ذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير. عليك بالجمع بين الأمرين، بأن تكرري ما تحفظينه حتى يرسخ، وأن تقرأي ما تيسر من القرآن زائدا على ذلك. وبالله التوفيق. نعم.